مين هاد؟ ايش هاي؟ كيف بتسوي هيك؟ ليش هيك بتحكي؟ لا وطي صوتك، ما تحكيش الكلمات هذه. فوجودك بيأثر وبخفض من حجم سلوكياته السلبية. مرحبا، انا خالد الاحمد. اليوم رح نحكي عن لعبة الفورتنايت. اكيد اللي عنده اولاد صغار بيلعبوا اللعبة هاي. طيب ايش هي لعبة الفورتنايت وليش الكل الاعمار الصغيرة تقريبا مدمنين عليه؟ بتعرف انه في تقريبا 200 مليون لاعب للعبة هذه؟ طب شو سبب نجاح اللعبة هذه وليش الاطفال بيلعبوها 24 ساعة؟ خلينا نحكي عنها نقطة نقطة. هي عبارة عن لعبة تلعبها مع جماعة من الاصدقاء، تقريبا الى 4 اصدقاء على الاونلاين. ليش اللعبة هذه نجحت مع انه كان في لعب قبلها وكانت برضو لعب جماعي على الأونلاين؟ ليش اللعبة هذه نجحت أكثر من اللعب السابقة؟ أول إشي لأنه شالوا منها عنصر العنف، فكانت اللعبة السابقة فيها كانت لعبة دموية، كان فيها شوية عنف. باللعبة هذه حكوا لا، إحنا حنشيل العنصر الدموي وحنشيل العنف من اللعبة هذه، ورح نضيف ألوان زاهية تكون مناسبة للأعمار الصغيرة. ثاني نقطة إنه هذه اللعبة متاحة على كل المنصات، وثالث نقطة إنه اللعبة هذه متاحة مجانا لأي حدا. صحيح إن اللعبة مجانا، ولكن ممكن تدخل من جوا وتشتري شغلات زي سكنات وشغلات تانية. في استراتيجيات اشتغلوا عليها صانعي اللعبة تبعت الفورتنايت على اساس يخلوا الاطفال والاولاد مدمنين عليها. واحدة منهم يكون في صناديق ذهب مشعة والوان زاهية موجودة بكل مكان، فاللعبة مش بس انك تربح، لا فيها فوز وفيها استراتيجية. وعشان يشيلوا عنصر الملل، الاطفال بيحبوا دائما يشوفوا الصناديق هذه ويفتحوها ويشوفوا ايش فيها من مفاجآت لهم. علماء النفس شبهوا صناديق ذهب للعبة رمي الزهر، فكل ما بترمي الزهر ممكن تفوز ممكن لا، هم نفس الشيء. كل ما بشوفوا الصندوق بدوروا عليه ممكن يربحوا، فهذه بتعطيهم حافز انهم يضلوا ويبحثوا عن الصناديق هذه. في مصطلح مهم اسمه نير ميس افكت، وهذا المصطلح مخدينه من استراتيجيات القمار من لاس فيغاس. لما تنزل الهاندل تبعت ماكينة القمار بيطلع لك 3 تفاحات بتفوز، بيطلع لك اقل رح تحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة. نفس الشيء مخدينها وحاطينها بالفورتنايت. لما تموت باللعبة فجأة ببين لك الهيلث سكور تبع الخصم تبعك، فبتشوف انك انت كان ممكن تغلبه لو صبرت لك كمان نص دقيقة، بحفزك انك تحاول بعديها مرة ومرتين وثلاث. بعض علماء النفس اطلقوا على هذه اللعبة المكان الثالث، فللطفل في عنده مكانين اللي هو البيت والمدرسة، والبيت في عنده علاقته ومشاكله مع اهله، والمدرسة عنده ضغط المدرسة وزملاء والاساتذة والامتحانات. فهون في بكون عنده ضغط نفسي بالتنين، سموها المكان الثالث لانه بتكون المكان الفسحة له، بلعب بعيد عن الضغوط النفسية من المدرسة أو البيت. ومعنى أنه يلعب مع أصدقائه صار معناته مش حر نفسه، فهو هلأ لازم يلعب مع أصحابه لما يكونوا متفقين على الوقت اللي يلعبوا فيه مع بعض. عشان هيك لما تحاول تحكي له ما تلعب أو تلعب ساعتين أو أقل، هو مش حر نفسه، فهو بيكون مربوط مع الاتفاقية اللي اتفقها مع أصحابه. واللعب الجماعي بيضخم من سلوكياته لأنه عارف أنه في جمهور عم بيشوف شو عم بيعمل، فسلوكياته بتتضخم. وهون بيجي الجانب السلبي من اللعبة هذه. فأول إشي ممكن يجيب مصطلحات بذيئة على البيت تعلمها من أصدقاء اللعب تبعهم. ثاني إشي ممكن تشوف تصرفات عنيفة منه مع أحد أفراد الأسرة. ثالث إشي طول ساعات اللعب ممكن إنه يهمل الواجبات المدرسية أو أوقات الأكل أو أوقات النوم، وهذا بيأثر على صحته. وبعض الأهل شو بيسووا؟ بيحاولوا إنه يقللوا من وقت الشاشة، بيقولوا إنه خلاص أنت لازم تلعب مش أكتر من ساعتين مثلا بالعطلة أسبوعية. بس الدراسات الحديثة بيحكوا إنه لا، هذا كلام قديم جدا وفي حلول جديدة. طب إيش هي الحلول الجديدة؟ بحكي لك إنه أول إشي ما تخليه يلعب لحاله بالغرفة مسكر على حاله. طب شو تسوي؟ تروح كل فترة وتقعد جنبه وتسمع، تسأله مين هاد؟ إيش هاي؟ كيف بتسوي هيك؟ ليش هيك بتحكي؟ لا وطي صوتك، ما تحكيش الكلمات هذه. فوجودك بيأثر وبخفض من حجم سلوكياته السلبية. وآخر شيء اللي هي نقطة حل موضوع الفورتنايت، إنك تلعب مع ابنك. نعم تلعب مع ابنك. فهون بصير إيش؟ إنه أنت عم بتعلمه مهارات جديدة بتساعده في المستقبل، اللي هي كيف يعمل استراتيجية عشان يغلب، وكيف إنه يساعدك ويحميك إنه ما حدا يجي يقتلك، لأنك أنت ما حتكون عندك نفس المهارة الموجودة عنده. وآخر شيء أنت كأب أو كأم راح تفهمه إيش نوع الخطاب اللي بيعملوه، وبتفهموا اللعبة هذه وبتعلمكم كمان شغلات لإلكم مش بس لإله. شكرا كتير ويعطيكم العافية، ونراكم بالفيديو القادم إن شاء الله.